بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإذاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف، أي أحكام الصلاة حينما يقع الإنسان في خوف، أو حينما تكون خوف أو يكون خوف من عدو أو نحو ذلك، على ما يأتي في تفصيلها إن شاء الله. فالمقصود أنها صلاة بسبب الخوف، وهي معدودة من، أو الخوف معدود من الأعذار. يعني كما أن المريض يصلي بصلاة خاصة بسبب مرضه، إما بمعنى أن يصلي قاعدا مثلا، أو أن يكون له أن يجمع بين الصلاتين على ما مر معنا في باب صلاة أهل الأعذار. وكذلك المسافر معدود من أهل الأعذار، لأن الصلاة في السفر تختلف عنها في الحضر من حيث الجمع ومن حيث القصر ونحو ذلك. والخوف كذلك هو معدود من الأعذار التي تتغير معها إلى حد ما، أو هيئة الصلاة أو بعض أحكام الصلاة من جمع أو قصر، أو يعني تسامح في بعض حركات أو في بعض الشيء، على ما سوف يأتي في الحديث عن طبيعة صلاة الخوف. فالمقصود أن الخوف من الأعذار، كما أن المرض عذر والسفر عذر، كذلك أيضا الخوف عذر. والخوف هنا ليس فقط خوف الحرب، يعني حتى لو إنسان يعني دهمه سيل مثلا وصار يجري ويخفى يعني يخشى من أن يدركه السيل، ويخشى أن يخرج وقت الصلاة وهو في جريه أو سعيه أو هروبه، فإنه يصلي صلاة الخوف، يصلي صلاة الخوف على ما سوف يأتي. أو أنه مثلا يعني لحقه عدو أو سبع وخاف من سباع تلحقه، ذئاب أو أسود أو غيرها، وهو خائف، فإنه أيضا يصلي صلاة الخوف. والحرب أيضا سوف يأتي معنا صلاة الخوف. والغريب يعني الحمد لله أن صلاة الخوف تؤكد أمرين: تؤكد أن الإنسان لا بد أن يصلي، بمعنى أن يحافظ على الوقت، لا يترك الصلاة بسبب الخوف،
بمعنى لا 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 لا, 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 لا يعني الخوف ليس عذرا في أن يعني تترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لا، إنما تتغير هيئة الصلاة محافظة على الوقت. والأمر الثاني أيضا هي محافظة على الجماعة، كما سوف نرى في صلاة خوف العدو في الجيش والحرب، يصلي الإنسان، تصلي الإمام بالمصلين أو المحاربين جماعة على الرغم من أن أوضاعهم لا تسمح أن يصلونها كما يصلون في المساجد، مما يدل على أهمية الجماعة وأن الجماعة يحافظ عليها وتتغير أشياء من حركات الصلاة وهيئاتها من أجل المحافظة على الجماعة. إذن الأعذار عموما سفر أو مرض أو خوف لا يعني ليست عذرا في أن تترك الصلاة حتى يرجع وقتها أو أن تترك الجماعة في بعض الأحوال عما سوف يأتي. مثلا عشان تعرفون أهمية الوقت، حينما يكون الإنسان مريضا في المستشفى، وهذا مع الأسف كثير مرضى لا يعرفون، حينما تكون مريض في المستشفى وأنت على السرير ما تستطيع أن تتحرك، ممنوع من الحركة مثلا، إما بسبب عملية أو بسبب كسور أو نحو ذلك، ماذا تفعل؟ وما لا تتوضأ، ما تستطيع تتوضأ، ولا حتى أحيانا حتى القبلة ما تكون، ما عندك أحد يوجهك القبلة، وجلست ما أحد عندك، إيش تسوي؟ نقول تصلي على حسب حالك، تتيمم وتصلي ولو وجهك غير القبلة، وتصلي بالإيمان، تأتي بما تستطيع من ركوع إذا أمكن أو وسجود أو بالإيمان، تومي برأسك، تومي بظهرك، تومي بعينيك. المقصود أن الصلاة لا تخرج عن وقتها مهما كانت حياتك، ما دام زين عقله معه ومدرك فإنه يصلي على حسب حاله، وحتى له أن يجمع إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها يجمع، لكن المريض ما يقصر، المريض ما يقصر الصلاة، يعني يقصر المسافر بس، فالقصر هو من أحكام السفر وليس من أحكام المرض. أما الجمع نعم، الجمع يمكن المسافر يجمع والمريض يجمع إذا احتاج، إذا احتاج. المقصود أن 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 صلاة الخوف باعتبارها من 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 الأعذار هي تؤدى، لكن لا يعني يسمح بأن أو يؤذن بأن يترك المسلم الصلاة حتى يخرج وقتها، أو الجماعة إذا كانت بالجماعة يتركها حتى تذهب الجماعة على ما سوف يأتي. فهذا يدلك على أول أهمية الصلاة وأن لا تسقط بحال. السفر ممكن المسافر يفطر ويقضي، الزكاة مع الاستطاعة، الحج مع الاستطاعة، أما الصلاة لا، الصلاة ما تسقط ما دام الإنسان عقله معه، ما تسقط، قد يترك شروطها، قد يترك القبلة، قد يترك الطهارة يتيمم، قد يكون يترك ستر العورة، قد أي كل شروط الصلاة وبعض أركانها قد تترك، لكن الصلاة لا تسقط، بخلاف الصيام. الصيام إذا كان المريض يفطر ويقضي بعدين، إذا كان مسافر أيضا كذلك، بل الصلاة تسقط عن الحياة سقوطا من غير قضاء السفر والصلاة، باعتبار ما تقضى الحائض لا تقضي الصلاة، الحائض والنفاس لا تقضي الصلاة، لأنها أصل الحدث الشرع جاء بالترخيص للحائض والنفاس، أما غير ما تسقط الصلاة عنه أبدا. المقصود أن الصلاة ما دام الإنسان معه وعقله معه لا تسقط الصلاة أبدا،
قد كما قلنا قد يترك بعض شروطها أو بعض شروطها أو بعض أركانها قد تترك، لكن هي لا تسقط بخلاف الزكاة والصيام والحج. المهم هذا الموضوع، هذا الباب هو في الكلام على صفة صلاة الخوف. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة خوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. هذه صفة صلاة الخوف. صلاة الخوف جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم صفات كثيرة، أوصلها بعض إلى 14 صفة، لكن القيم يقول لا، هي روايات، لكن الواقع أن تقريبا 6 صفات أو 7، ست صفات أو 7. والإمام أحمد يقول كلها جائزة، وسوف نأتي على بعضها إن شاء الله. كل صفات الخوف التي ثبتت صلى على أي صفة منها صحيح. قال وأنا أميل إلى حديث سهل، وسوف يأتي معنا حديث سهل قريب من مما فيه حديث ابن عمر. هذا المقصود، أن جاءت صفات كثيرة. واللطيف أن سوف يأتي معنا في ذات اللقاء، هي أول ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات اللقاء. ذات الرقاع هي أظن بعد خيبر، بعد الأحزاب، وسمي ذات الرقاع لأن الصحابة كانوا يعني يضعون على أقدامهم الخرق، الرقاع يرقعونها من ليس عند بحذية، ومروا بأراض يعني نقبت أرجلهم من الحجارة، فوضعوا، وهذا يدل على شدة الحال عندهم رضوان الله عليهم، وأنهم لم يكونوا يعني على حال من يسر العيش، ولكنهم كانوا هم الذين يعني قام عليهم هذا الدين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم الذين اختاره الله عز وجل ليكونوا أصحاب نبيه. فالمقصود أن ذات الرقاع هي غزوة من جهة غطفان، وغطفان شمال المدينة، قريب منطقة القصيم، قريب من منطقة بين القصيم والمدينة، بين القصيم والمدينة. فكانت الغزوة هناك، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف هناك. وبعضهم قال إن السنة الرابعة والسنة الخامسة، وهذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة الأحزاب ما صلى الخوف، لو كانت مشروعة لصلى غزوة الأحزاب. الرسول قال حبسونا عن الصلاة، ملأ الله قبورهم نارا، يعني أهل الأحزاب. والغزوة الأحزاب تقريبا السنة السادسة أو السابعة، متأخرة، فدل على أن مشروعة صلاة الخوف فيما بعد، صلاة الخوف شرعت فيما بعد، وإلا رسول ما صلى، فالتأخر في الأحزاب الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى كله بعد المغرب، بما يدل لأنها لو كانت مشروعة لصلى في صلاة الخوف، لكن ما صلى، إنما صلى في ذات الرقاع. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة
صفة صلاة الخوف وكما قال في القرآن وإذا كنت فيهم فأقم الصلاة فلتقم طائفة إلى آخره في سورة النساء أيضا هناك صفة صلاة الخوف صفتها أنه إذا جاء وقت الصلاة والعدو جهة القبلة إذا كان العدو جهة القبلة يكون الإمام المستقبل إذا كان العدو جهة القبلة والعدو بين المسلمين والقبلة بين المسلمين والقبلة بمعنى جهة القبلة فيأتي الإمام ويصلي ويصلي خلفه صف وصف آخر واقف يراقب ما صلى يعني يحرس العدو وحتى لا يباغته العدو فيصلي بهم ركعة فيصلون مع الإمام ركعة ثم يقوم الإمام ويستمر واقفا الصف الأول يكملون لأنفسهم يكملون وينتهوا الإمام واقف فإذا انتهوا جاء الصف الثاني وتقدموا وأولئك رجعوا صاروا يحرسون وأتم بهم الإمام ما بقي الركعة الثانية فصلوا معه فيجلس للتشهد ويقومون يقضون الركعة التي لم الأولى التي لم يدركوها مع الإمام ثم ينتظر الإمام فإذا صلوها فإذا سلم سلموا معه هذه صفة فهذا ولهذا هنا يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه بمعنى يصلون معه وطائفة بإزاء العدو بمعنى وجه العدو هذا الصفة اللي قلتها حينما يكون العدو في جهة القبلة لكن إذا كان في غير جهة القبلة يكون الطائفة تحرس جهة العدو من الجهة الثانية الشمالية والجنوبية والغربية إلى آخره فإذا انتهى الطائفة الأولى يأتون يصلون عليهم وأولئك يكملون بعد ما يكملون يأتي هؤلاء وينتقلون إلى الحراسة فصلى بالذين معه ركعة طبعاً كانوا في السفر ليسوا أربع ركعتين ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة طبعاً الأولى الركعة الطائفة الأولى أتموا لأنفسهم الطائفة الأولى أتموا لأنفسهم وسلموا والإمام واقف حتى انتهوا وجاء الآخرون ودخلوا مع الإمام ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفة ركعة ركعة كما قلنا أنهم يعني بمعنى أنه الإمام ينتظر والأولى تنتهي ثم تقوم ثم يأتي الطائفة الثانية ويكمل بهم ويقضون وينتظرهم ويسلم بهم هذه صفة من الصفات وسيأتي مع الصفات الأخرى المقصود أن صلاة الخوف تتغير شيء من هيئتها لكن الوقت لا بد أن تصلى في وقتها لا بد أن تصلى في وقتها نعم الحديث الثاني عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو
وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. هذا أيضا الحديث الثاني في صلاة الخوف، وهو حديث سهل، وهو الذي قلنا أن الإمام أحمد يختار هذه الصفة، كما قلنا هي جت في سبع صفات، والإمام أحمد كلها صحيحة وكلها جائزة، صلى على أي منها فهي جائزة. يقول وأنا أختار حديث سهل، وهو طبعا في الصحيحين، في أصحها، لكن كلها صحيحة. قال عن يزيد بن رومان عن سالم بن خواث بن جويل عن من صلى. طبعا المحدثون يقولون جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر، والصحابة كلهم عدول، ولهذا هنا قال عن من صلى بمعنى لم يذكر الصحابي. صاحب الخوات التابعي لم يذكر، قال عما صلى، لم يسمي الصحابي، لكن عاد ذكره في الأخير. قال المصنف الرجل الذي صلى هو سهل بن أبي حثمة، فهذا هو الذي الصحابي الذي روى هذه الكيفية. صلى ذات الرقاع، وقلنا لكم ذات الرقاع هي غزوة كانت جهة على قبيلة غطفان، موطن غطفان مواطنها من جهة مناطق القصيم من هناك. صلى ذات الرقاع صلاة الخوف، صفتها أن طائفة صفت مع الإمام وطائفة وجاه العدو. طبعا ما لم يبين هنا هل كان العدو من جهة القبلة أو أنه من جهة أخرى، قد تكون على اليمين أو الشمال أو من الخلف. فالمقصود أن طائفة بمعنى أن الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا طائفتين، طائفة يعني مجموعة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة تحرس تجاه وجاه العدو حتى لا يبغتهم وحتى لا يهجم عليهم. أن طائفة صفت مع الإمام وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، الطائفة الأولى يعني صلى بهم ركعة، ثم ثبت قائما كما قلنا في الصفة الأولى، وأتموا لأنفسهم، والرسول قائم، وهؤلاء أكملوا وسلموا وذهبوا لوجاه العدو، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه صفة، وهذه كما قلناها في الحديث الأول. والثاني قد يكون يصلونها كاملة أو يسلمها الإمام كاملة ثم يصلي بالأخرى في حقه نافلة، تكون في حقه نافلة. وكما قلنا هو لم يبين هل العدو كان في جهة القبلة أم لا، لكن ما يضر سواء كان في جهة القبلة أو في غيرها. المقصود أنهم ينقسمون إلى طائفتين، طائفة تصلي الركعة الأولى مع الإمام ثم تتم لنفسها، وإذا والإمام يبقى قائما، فإذا أتموا لأنفسهم ذهبوا وجه العدو، وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فركع بهم، وهي في حق النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، وهم في حقهم الركعة الأولى. فإذا جلس قاموا وأتوا بالركعة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في التشهد ينتظرهم، جالس في التشهد ينتظرهم، فإذا بلغوا التشهد وأتموا سلم بهم. إذن هذه صفة صلاة
الخوف. المقصود أن كما قلنا أن صلاة الخوف هي من صلاة أهل الأعذار، ويتغير شيء من صفاتها وهيئتها وبعض أركانها وشروطها كله من أجل المحافظة على الجماعة والمحافظة على الوقت. والآية النساء ظاهرة جدا، والأولها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم قال وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة فالتقوا طائفة معك ولا أخذوا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وسلحتهم. هذا ترتيب كما في الآية. والآية حقيقة آية النساء توضح مقام الصلاة، ولا منع أن نستعرضها. فإذا سجدوا ود الذين كفروا لتوانا أن نستعرضكم ولا جناح إن كان أن تضعوا حسنكم وخذوا حذركم. ثم قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المنكم. إذن لاحظوا يعني قيمة الصلاة من خلال النظر في أحكام صلاة الخوف أو حالة الخوف التي تصيب الإنسان سواء في حرب أو في غيره. الصلاة تؤدى وإن كانت ناقصة على حسب ما جاءت بالشرح، لكن قال عز وجل في السورة فاذكروا الله قياما مقعودا، لأن حقيقة لب الصلاة ولب العبادة هو التعلق بالله والارتباط بالله عز وجل، وأظهر ما يظهر التعلق والذكر. فاذكر الله قياما مقعودا، فحينما يعني يرزق الله العبد له عنده من الصلاح وعنده من الإيمان وعنده من صدق التعلق بربه وتوكل عليه يكون دائما يذكر الله، يذكر الله من قلب حي، يذكر الله قياما وقعودا، يعني دائما أنت تستحضر أن الله عز وجل معك وأنك أنت محتاج لله عز وجل في جميع أحوالك. ثم قال فإذا اطمأننتم يعني ذهب الخوف فأقيموا الصلاة. ولهذا في كل المطلوب في الصلاة في القرآن كلها أقاموا الصلاة، مقيم الصلاة، يقيمون الصلاة، ولم يقل يصلون. إنما المطلوب هو إقامة الصلاة، بمعنى الأصل أن العبد يأتي بالصلاة على كمالها. فالذي يأتي بصلاة يعني فيها ضعف ولا فيها عدم طمأنينة ولا فيها سرعة ولا عجلة ولا ذهول، هذا صلى نعم لكن لا يكون أقام الصلاة. إقامة الصلاة الإتيان بها كاملة بأركانها وشروطها وطمأنينتها وأذكارها إلى آخره. ولهذا قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، بينما صلاة الخوف قد لا تكون قد تقام فيها الصلاة على 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 وجه الكمال. إقامة الصلاة مع الطمأنينة. المقصود أن هذا من رحمة الله بنا ورحمة بنا أنه شرع هذه الصلاة، أولا محافظة على الصلاة والارتباط بالله، لكن خفف علينا في بعض مطلوباتها من شروط أركان على حسب الأحوال وعلى حسب حالة الخوف. ولهذا كما قلنا صلاة الخوف ليست خاصة بحال القتال، لكن وليست أيضا بحال الكفار، يعني لو أن الإمام مثلا يحارب بغاة يعني أيضا يصلي صلاة الخوف، أو يحارب محاربين ناس مفسدين قطع طريق
وأرسل كتيبة لتقبض عليهم أو لتقضي عليهم، فهذه الكتيبة تصلي صلاة الخوف. وإن كان المحاربون ليسوا كفارا إنما متمردون أو أنهم قطع طريق يفسدون، فاحتاج أن يرسل كتيبة من الجيش ولا من العسكر ليردعوهم أو يؤدبوهم أو يقضوا عليهم أو يمسكوا بهم. فهؤلاء الكتيبة تصلي صلاة الخوف. أو كما قلنا الإنسان الفرد طرأ عليه في خوف كما قلنا يلحقه عدو وإن كان أدبي أو سبع أو يعني أو سيل كما قلنا أو حريق ويخشى يخرج الوقت، فإنه يصلي صلاة الخوف. نعم. والحديث الثالث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. وذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الركاع. هذا صفة أخرى من صلاة الخوف، من صفات صلاة الخوف، نبينها إن شاء الله. قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، قال: فصففنا صفين. طبعا يبين أن العدو في القبلة، العدو في جهة القبلة. قال: فصففنا صفين خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي. المرة هذه الحديث الأول، الطائفة الثانية ما دخلت أصلا، ما كبرت الطائفة الأولى، الطائفة الثانية ما دخلت، إنما صف الطائفة الأولى بس وأتموا لأنفسهم، فلما فاروا ذهبوا وجاءت الطائفة الثانية. هذا لا، كل الطائفتين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حالات القيام، لكن لما جاء السجود لا، على ما سوف نرى. قال: فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكبير الإحرام، وكبرنا جميعا كل الصفين، ثم ركع وركعنا جميعا، لأن الركوع يمديهم يعني ما يستطيع العدو أن يبغيتهم، خاصة لاحظوا الصورة هنا العدو جهة القبلة ما يشوفوه، ففي حالة القيام والركوع ما يستطيع أن يبغيتهم العدو. ولهذا قال: وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا صفين، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، الصف الثاني لا، بقي واقفا لحراسة، ثم انحدر بالسجود هو والصف الذي يليه، انحدروا معه، وقام الصف اللي في الصف الثاني في نحر العدو، يعني مواجه العدو حتى لا يباغث العدو
المسلمين. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود الركعة الأولى وقام الصف الذي يليه، طبعا الصف الذي يليه قاموا الصف الأول يعني، انحدر الصف المؤخر بالسجود، يعني هم سجد الصف الثاني سجدوا لأنه بقي قائمون وجه العدو، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. طبعا الركعة الأولى للصف الأول، هؤلاء الصف الثاني الركعة الأولى أتموها لأنفسهم، فلما قاموا الركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني. طبعا هذا كله عدالة حقيقة، حتى كلهم يكونون الأولين الأولين السجود كما مع الإمام، أو الصف الأول كان السجود مع الإمام، بينما الثاني في الركعة الأولى السجود لأنفسهم، في الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول حتى يكون سجودهم الثاني مع الإمام. قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، طبعا تم لأنفسهم سجدوا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف الأول اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر الصف، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تأخروا وصاروا كلهم واقفين، الآن كلهم قائمون، فالطائفة الثانية فقط السجود سجدت ثم قامت، فلما قامت تقدموا وتأخر الصف الثاني وكلهم في الصلاة، كلهم لا زالوا في الصلاة، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركعة ثانية، وركعنا جميعا الصفين كلهم، وإن كان الثاني صار هو الأول والثاني هو الأول، الأول هو الثاني تأخروا، وركعنا معه جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع يعني في الركعة الثانية، ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر اللي كان هو الأول، وسجدوا لأنفسهم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. إذن هذه صفة من صفات صلاة الخوف. قال جابر كما يفعل حرسكم هؤلاء بمراك، بمعنى أنهم وقفون ليحرسوا الإمام ويحرسوا البقية. وذكر البخاري طرفا منه أنه صلى صلاة الخوف معنا في الغزوة السابعة ذات الرقاع، لا هو مقصود السابعة يعني أنها هي الغزوة السابعة، في الغزوة السابعة طبعا هي الغزوات بدر هي الأولى، أحد الثانية، الخندق الثالثة، بني قريظة الرابعة، والخامسة قالوا المريصيع، والسادسة خيبر، والسابعة ذات الرقاع. السابعة بمعنى أنها هي الغزوة السابعة، وهذا هو الصحيح بمعنى، وبعضهم قال أن ذات الرقاع الرابعة، لا لماذا؟ لأن النبي صلى صلى صلاة الخندق أي صلاة الأحزاب ما صلى صلاة خوف، لو كانت مشروعة لصلى بيوم الأحزاب لصلى بهم صلاة الخوف، لكن ما صلى، إنما أخر الصلاة إلى المغرب، الظهر والعصر والمغرب كله تأخر، لو كانت مشروعة لصلى بهم، وإذا شغلون عن الصلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود السابعة بمعنى الغزوة السابعة، الغزوة السابعة ذات اللقاء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.